اسمحوا لنا نرحب بدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا. صباح الخير على حضرتك دكتور أشرف. صباح الخير على حضرتك أستاذ باسم وعلى سارة وعلى جميع المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. الحقيقة دكتور أشرف إن وإحنا بنتكلم على مبادرة أو حملة 100 يوم صحة، هي حملة شاملة فيها حاجات كتيرة جدا وربما بتمثل تحول في طريقة استهداف الأمراض المختلفة لضمان طبعا الصحة الأفضل لكل المصريين. سؤالي لحضرتك عن في نوع كده من الأمراض اللي هي أو حتى من الاختلالات الصحية اللي ما بتظهرش بسهولة مع الوقت وما بيتمش الكشف عنها بسهولة، زي وإحنا بنتكلم عن حديثي الولادة، عند مشاكل في السمع أو غيرها، عند حديثي الولادة تحديدا ربما بتعاني الأسرة كلها بشكل كامل إلى أن يتم اكتشاف السبب بعد ما بيبقوا متصورين أن الطفل عندهم ربما يكون متأخر عن غيره من الأطفال في الاستيعاب أو في التطور. قد إيه الموضوع ده بيفرق في حياة الأسرة كاملة وليس فقط من يتم اكتشاف هذه المشاكل عندهم؟ نقدر نقول أنه حملة 100 يوم صحة الحقيقة شالت كل الحواجز قدام كل المصريين أن هو يقدر يروح يحصل على خدمات طبية، وزي ما حضرتك بتقول الاكتشاف المبكر. ففحص الأطفال حديثي الولادة لم يكن من الحاجات الروتينية اللي الناس بتعملها، ولكن لما تبقى في فرصة أن هو يروح ياخد حديث الولادة ويكشف عليه عشان يطمن على أن هو لا يعاني مشكلات صحية زي مثلا ضعف السمع أو عدم القدرة على الرؤية بشكل جيد أو حتى المشكلات اللي هي بتعوق الحركة بشكل كبير، يقدر ان هو من خلال هذه الحملة ان هو يطمئن على حديث الولادة والطفل المولود ان هو لا يعاني من مشكلة قد تكبر معاه عندما ينمو وعمره يكبر ويبقى أصعب وقتها الحل. بالضبط، وهو ده فعلا الفايدة الكبيرة اللي ممكن الناس تحصل عليها من التواصل مع هذه الحملة، لأنه هنا حيبقى فيه نوع من الاكتشاف المبكر. أولا حيقلل من حدوث المشاكل وفي نفس الوقت حيقدر أنه يكتشف مبكر، وكمان لا تتفاقم ولا يتعرض إلى المضاعفات، ويقلل التكاليف العلاجية اللي ممكن تكون مستقبلية، حتى كمان مش بس التكاليف ولكن كمان العوائق اللي ممكن أنه يتعرض ليها، لأنه التأهيل اللي بيبدأ من بدري ممكن أنه هو يساعده على أنه هو يتخطى هذه العقبة أو هذه المشكلة. تمام. طيب دكتور أشرف، عايز أكلم حضرتك عن نقطة والحقيقة مهمة جدا وخدمة الحقيقة تخص الناس وتهم الناس قوي بتقدمها حملة 100 يوم صحة، وهي خاصة بقوائم الانتظار، وفي أكتر من 283 حالة تم علاجهم ضمن قوائم الانتظار. حضرتك بتشوف إزاي أهمية النقطة دي بالذات والخدمة دي بالذات، خاصة أن زمان كان في قوائم انتظار كبيرة جدا وكانت للأسف بتتسبب في تفاقم المرض أو الوفاة؟ زي ما حضرتك بتقولي بالمقارنة بين زمان والنهاردة، احنا كان زمان الناس علشان تقدر انها تحصل على خدمة طبية يعني من مستوى عالي كان عليه ان هو ينتظر في قائم انتظار اوقات طويلة، والاوقات دي كان ممكن انه يحصل فيها مضاعفات وممكن انه يحصل فيها وفيات كمان. لكن النهاردة الحملة الحقيقة بتقدر انها يعني تخلي الشخص اللي بيعاني من المشكلة ان هو يحصل على الخدمة في أسرع وقت وفي المكان المناسب، خصوصا يا دكتور ان احنا بنتكلم عن رقم كبير، يعني 283 ألف، يعني ده رقم كبير الحقيقة. بالضبط، ولازم برضو نكون عارفين ان الحالات دي كانت بتحتاج الحقيقة عمليات معقدة وعمليات محتاجة تخصصات نادرة او كمان آليات او ادوات علشان يقدر ان هو يقدر يقوم بيها. النهاردة الدولة بتوفر كل ده بالمجان بحيث انها تقدر انها تقوم بالعملية في المكان المناسب عن طريق المتخصص وأصحاب الخبرة اللي يقدروا أنهم يعملوا هذه العمليات بدون تكاليف على المواطن بالمرة. وده الحقيقة طبعا شجع ناس كتير أنها كانت عندها مشكلات يمكن انتظرت فترات طويلة، والنهاردة أصبح ما فيش أي قائم للانتظار وأي حد عنده أي مشكلة صحية بيقدر أنه يتواصل مع هذه الحملة علشان يحصل على القرار الطبي اللي يقدر أنه هو يعالجه على نفقة الدولة بالمكان.
طيب في خدمة أخرى يا دكتور بنتكلم عنها برضو، هي خاصة بالكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة. الخدمة دي يمكن قدمت فيها الحملة يعني مجهود كبير جدا، وقدمت فيها 4,826,551 خدمة. لو هنتكلم عن أهمية الكشف المبكر للمريض، إزاي بيقي المريض أو بيقلل من حدة المرض، خصوصا أن احنا ساعات كده بنكسل إلا لو المرض بقى تفاقم بشكل كبير جدا. الاكتشاف المبكر وكمان الإرشاد والتثقيف الصحي اللي بتقوم به الحملة الحقيقة بيرفع مستوى الوعي عند المواطنين بشكل ممتاز جدا، وفي نفس الوقت بيخلي أي حد عنده احتمالات حدوث أي مشكلة صحية إن هو يبدأ يتعامل معها من بدري. إذا كان مثلا محتاج إن هو تعديل في نظام الغذاء بتاعه، أو تعديل في الأدوية اللي بياخدها، أو إن هو يعني يقدر ان هو ياخد ادويه بسيطه علشان تقلل من حدوث المرض او تمنع حدوثه بالفعل، او انها تمنع المضاعفات كمان. نعم. كل ده الحقيقه بتقدمه الحمله وبالمجان ومن خلال حمله 100 يوم صح. معلومات مهمه جدا يا دكتور، بنشكر حضرتك عليها. بنشكر الدكتور اشرف عقبه رئيس اقسام البطنه والمناعه بطب عين شمس سابقا.